شيء يتم خزنه في البيت. تمام. اذكر اختصاصا طبيا. جراح. شيء مرتبط بالسفر. طيارة. إحدى حيوانات السيرك. النمر. شيء مصنوع من الخشب. طخم. برافو. برافو. برافو 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 ممتاز. برافو. أحسنت. هذه أنت جاوبت على الخمس أسئلة أقل من 20 ثانية. خلينا نشوف أجوبتك مدى صحتها وش قد نقاط أخذت عليها حتى توصلون أنت والأخت فرح إلى 200 نقطة حتى تحصلون على الجائزة اللي هي قيمتها 10 مليون دينار عراقي. السؤال الأول اللي سألتك إياه قلت لك شيء يتم خزنه في البيت، أنت قلت تمن. تمن. خلينا نشوف. برافو. 25 نقطة، ممتاز ممتاز. السؤال الثاني، اذكر اختصاصا طبيا، أنت قلت جراح. 23 نقطة، جيد. السؤال الثالث، شيء مرتبط بالسفر، أنت قلت طائرة. طائرة. 31 نقطة، يا سلام. السؤال الرابع، سألتك قلت لك أحد حيوانات السيرك، قلت النمر. النمر أخذت عليها 17 نقطة. شكلي 96 نقطة لحد الآن، رائع. خلينا نشوف السؤال الخامس، شيء مصنوع من الخشب، أنت قلت طخم خشبي. 24 نقطة، برافو عليك برافو عليك. أخذت 120 نقطة من المفروض من يعني 100 نقطة، هو جاب 120 وباقي 80 نقطة إذا جاوبت عليها أختنا العزيزة بعد ما نستدعيها من الغرفة المعزولة اللي تستمع بها الموسيقى. شكرا جزيلا أستاذ روني، تفضل. والآن خلي تتفضل فرح، خلي تتفضل فرح، تفضلي فرح. يلا تفضلي اوقف هنا قدام الكاميرا. شيء يتم خزنه في البيت. المواد الغذائيه. اذكر اختصاصا طبيا. طب اسنان. شيء مرتبط بالسفر. الجنطه، حقيبه السفر. حقيبه السفر. احد حيوانات السيرك. الاسد. شيء مصنوع من الخشب. غرفه النوم. برافو برافو برافو، احسنتي احسنتي احسنتي.